ساعدنا، ها هو مسك، ها هو بدا كيرضع، عاود فك. يا ابني مش تمه، هنا هنا ما قادر. لأن هذا مازال مرضع، لازم أساعده حتى يتقوى شوية. لازم تصحصح معانا يا ابني. معليش ما قدر يرضع دابا، بلاتي شويه عاود نرجع عنده نشوف كيف غادي تكون تصرفاته وحركاته. ضروري يعني طمن عليه حتى يرضع. رضعت شوية، نحيده من هذه ونحطه هذا يرضع شوية. الحمد لله. مسك وضيعها عاود. نحاول مع مرة ثانية.
ولو ما رضع نشوف كيفاش، لأن الأخت ديالو ها هي بترضع كويس جدا، ها تبحث وترضع، لكن هو لسه ما رضع. إذا ما رضع دايخ، أنا جاني شوية. برافو، مزيان تفيقوا شوية. هذه هي تقلب ما شاء الله، كان هو جاني دايخ شوية. لازم نسخطها، المهم غادي نخليهم ونعاود نشوفهم.